هاي، حلقة جديدة النهاردة من كريزي وومن بتتكلم عن الفلكولوجي. والله العظيم بجد انا حاولت ان انا ما اقولش كلمة فلكولوجي دي، بس يعني كانت لازم تتقال. فجأة كده انتشر فجأة الجو بتاع الفلك والتاروت والمش عارف مين والبتنجانات والحاجات دي كلها. مع احترامي بقى لكل ده، بس في ناس بتصدق جدا وما بتمشيش يومها من غير الكلام ده. خلينا نشوف بقى لما ده يتقال للناس في الشارع الناس هترد تقول ايه. يلا زمرنا اتفضلي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كويسه. تمام الحمد لله. جو حر. جو موت. لا صعب قوي. سيبك من ان الجو موت، تقيا المدار بتاع السما النهارده مش عاجبني خالص. بصي في السما كده هتلاقي مدار سامبوكسي، شايفاه؟ بصي عامل زي السامبوكسه. ده هرم، ده مش سامبوكسه خالص يعني. هو هرم بالنسبه للناس العاديه، انما للناس اللي دارسه الكلام ده اسمه سامبوكسي. انت دارسه ايه بقى؟ فلك. على فكره بحب الابراج قوي بجد. والله انا بحضر دكتوراه في الفلكولوجي بجد. طب ما تقولي كده يعني ايه؟ انا برج العقرب. اولا كام 22/11 نهايه عقرب وبدايه قوس. 22/11. معلش سنه كام؟ 98. ايه ايه في 98؟ مش باين عليا سني، انا عارفه. مش دي مشكله يعني، يا ريت تكون اقل مشكله ممكن تقابلك. 22/11/98. لا خير ان شاء الله. بصي هو المفروض ان النهارده المفروض يوم منحوس بالنسبه لك. النهارده؟ انا لسه مطلعه الاحصائيه دي امبارح بالليل. بجد؟ ايه ده، انا ما لقيتش كده خالص. لا يعني ده النهارده. خدي مني بقى، انا علامه فلك وبتاع التاروت، فما تهزريش. يعني هو خصصه 22/11/98 النهارده بس، ولا 22/11 في المطلق كده؟ النهارده تحديدا يوم منحوس. انت حرانه، افتح لك الشباك. انا حرانه قوي. النهارده الخميس حتى، يعني مش ثلاثة ولا اي حاجه. لا النهارده. النهارده يوم منحوس. ان هو يوم منحوس. اموت ايه يعني ولا ايه؟ مش هينفع تنزلي من البيت اصلا. ليه بقى؟ طبعا انت بتهزري. لان المدار الحلزوني بتاعك بيتنطط في مدار برج القرد. المدار الايه؟ مدار برج القرد. برج القرد ده الحاكم بتاعك. حاكم بتاعي انا برج القرد؟ امال ايه؟ ماشي اوكي. يعني الموضوع صعب. برج ايه بقى؟ جد. انت لازم تاكلي سوداني كتير عشان ترضي الحاكم. عندي المسؤول عن كوكبك. عندي انيميه الفول. انيميه الفول. موز. تاكلي موز. ولازم القرد الحاكم يكون راضي عنك. ولو كلته يومي هيتفك يعني عادي، هبقى تمام بيس يعني. نو واي. موضوع يومك ده انت لازم تروحي يعني، لو رايحه الشغل انا عندي استعداد اتبرع واروحك مجانا فور فري كده بيتك. لا بس انا يعني انا حابه اخد التجربه، سيبيني اروح شغلي وان شاء الله نموت كلنا. بس انا حاسه انك مستهتره شويه بكلامي، بس يعني اوكي انت حره براحتك. بس تمام يعني هتعرفي ان انا حذرتك في الوقت المظبوط. بس عامه يعني الابراج كلها تخاريف وحاجات يعني مش صحيحه. لا اللي انت شايفاه، انا بقول لك انه ده يوم نحس بالنسبه لك. مش ميرسي. شكرا. مش حاسه انه يوم عصيب يعني؟ مش متضايقه يعني؟ ما تقفليش اليوم يعني، اليوم لسه في بدايته في اوله يعني. اتفقنا. انا مش عايزه افاجئك ان انا اصلا يعني ممكن اعمل لك قراءه تاروت ببلاش بس عشان تفهمي وتستوعبي كلامي، فاهمه؟ قراءه التاروت. ممكن إيه افتحها لك حالا؟ افتح لك تاروت دلوقتي؟ لا حالة. انا ما بحبش بقى الشعوذه والسحر. يا بنتي وداوت يعني. اي مبلغ في الكون من غير اي حاجه، فاهماني؟ اوكي. امشي انت عبيط، يخرب بيتك عيل متخلف. اقفلي الازاز. مش عايزه هوا، هموت. بس انا قلتلك النهارده يوم صعب. طب ممكن تشدي شويه عشان بس متاخره يعني. انا هشد. ندوس بنزين شويه معلش. انا هشد بس انا حذرتك. ما تقوليش اني ما حذرتكيش. ماشي اوكي. حاضر يا رب. بصي اروحك البيت. لا يعني سيبيني انا هخلي حد يروحني، انت بس وصليني. انا قلقانه عليكي، احنا بنات زي بعض. ما تقلقيش يعني، خير ان شاء الله. لا ما فيش حاجه. طيب. ان شاء الله. خليكي فاكره ان انا قلت لك ان شاء الله ما فيش حاجه يعني. ما هقلق من ايه؟ لا ما فيش حاجه. ما انت حره. ماشي اوكي. بس افتكري النحس اللي قلت لك عليه. افتكري. انا بعد تحديدا في الحته دي تحديدا. انا بقول لك ساتر يا ساتر. انا بقول لك
طب ممكن يعني ممكن تخرجي يعني ممكن وسعي كده شويه لنفسك يعني دوسي دوسي شويه لا بنزين. انا البرج بتاعي النهارده قال لي امشي في خط مستقيم وان واي. انت برج ايه بقى؟ احنا برج الجوزاء. واللي مسكني دلوقتي العقله. دلوقتي العقله ده الشيفت بتاعها. اه فاهماني. انا قلقانه جدا. سمحت حضرتك معكيش فكه 200؟ ادي عايز تكلمني ولا بتكلم استاذ؟ لا بكلم الاستاذ بعد. اوكي مش فكه 200؟ لا والله. عايزه ايه؟ اي فكه بس على المواصلات يعني؟ والله التاكسي عايز احاسب بس. عشرات يعني ولا ايه؟ لا عادي اي حاجه يا استاذه معلش. طب ينفع 100 و100؟ ماشي مش مهم. دوم اول دور خدها. ده انت نحس. ده انت وشك زي ما تسمعيش كلام. فين؟ هات ال 200 جنيه بتاعتي. ايه ده؟ هات الفلوسي. ايه ده؟ طب ال 200 جنيه بس معلش لو هات ال 200 يا محمود. خلاص زي بعض. تمام. انت قفشتي تليفونك؟ لا شبح. بصي هنا. بصي هنا شايفه دي؟ كنت معانا في كريزي وومن. عين ناحيتي كده طويله قوي. ما شاء الله ربنا يحميكي. مش مضايقه؟ لا. مش زعلانه؟ لا مش زعلانه. بتأمني بالابراج وكده؟ انت تمام؟ انا تمام. ليكي في الابراج؟ اه. طويله قوي يا جماعه. بصي نقول لك مش زعلان. لا مش زعلان. من قلبك. من قلبي والله. من حسي الموضوع. تعالى صفي ودنها سامعه لو ما لا خلاص خلاص. قولي لك موافقه انزيه. موافقه انزيه. كل سنه طيبه. طيبه.